أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني شفيق العطاونة. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها في جولة برحاب القصيد. سلاما أيها الوطن المفدى، بكت عيني فأعياها البكاء على وطن أضاعوه وضاعوا. فقلت لحاكمي يكفيك ظلما فهل يرضيك أن الناس جاعوا؟ وضاق الحال لا مال لديهم وغاب الرأي بل ساد الرعاع. يلوم العاتبون إذا غضبنا فلا لوم إذا صرخ الجياع. فلي وطن أراه بأم عيني وأفديه ولو قطع الذراع. أجبني أيها الراعي أجبني، أجبني أيها الراعي أجبني. هل الأوطان يمكن أن تباع؟ وأيم الله إني لا أغالي سأفديه إن الأبناء جاعوا. سأفترش الثرى وأنام حرا بلا مأوى وإن عز المتاع. تمزق شملهم شرقا وغربا وباتوا شردا فيها وضاعوا. سلاما أيها الوطن المفدى، سلمت محررا ممن أضاعوا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. السلام عليكم، أنا الشاعر محمد ناصر شيخ حسين الجعمي من اليمن، وهذا كتابي الصادر من دار البشير للثقافة والعلوم، وهو بعنوان على بعد حلم، وهو عنوان إحدى قصائد المجموعة الشعرية التي حوت 52 قصيدة عمودية متنوعة في مضامينها ما بين الشعر الذاتي والوجداني والروحاني والقصائد الرومانسية الوطنية إذا جاز التعبير. كانت القصيدة الأولى بعنوان القصيدة التي افتتحت بها الديوان بعنوان عروبة اليوم، و قد عارضت فيها عملاقي الشعر العربي الأستاذ عبد الله البردوني وحبيب بن أوس الطائي أبو تمام. ومن هذا المنطلق تمضي بنا قصائد الديوان إلى حواضر العرب عبر القصائد أشواق دمشقية. عادت برجع الصدى يا شام وأشجان، وشع من علق التاريخ عنوان. يدندن الليل والأنسام باردة وللأحاديث أشواق وألحان. ثم قصيدة أخرى بعنوان أحلام أندلسية، نمر بها من الفيحاء دمشق إلى قشتالة وقرناطة في الأندلس، ثم نعود إلى عراق الأمجاد ونقرأ قصيدة لحن الفرات. مذ كانت الأرض والأحلام مجدبة والأمنيات عصافير على الشجر، قلبي فرات فهل للبوح أشرعة إلاك بغداد يا ترنيمة المطر. ولقد كانت دائما فلسطين حاضرة في ذاكرة الشعب العربي، الشعر العربي. وهناك قصيدة بعنوان مآذن القدس، قلبي الذي أدمن الترحال والسفر، في ليل عينيك أهدى للمنى قمر. يا قدس يا قدس
يا روعة التاريخ في دمنا إليك كم حج هذا القلب واعتمر. ثم أختم بجزء من قصيدتي على بعد حلم. يصحو الفؤاد على ترنيمة سقطت قبل النعاس ولحن في الضلوع غفا، ويسأل الله صبرا كلما عصفت نوائب الدهر بالجرح الذي نزفا. كل الذين أضاء النور في دمهم لم يبلغوا الحلم، لكن عانقوا الهدف. الأرض لو نطقت أجداثها صرخت، هي الحياة وهذا دأبها وكفى. شكرا لكم. الخط العربي، هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون، كانت لنا إطلالة على بعض تفاصيله. أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. سوف أتحدث عن مسألة في منتهى الغموض أو في منتهى الضبابية، ألا وهي في ظل العولمة وفي ظل التكنولوجيا وفي ظل الصراع القائم حاليا ما بين المسيطر والمسيطر عليه، ما بين الحاكم والمحكوم. أنا أتكلم عن طبعا الدول العظمى، الغرب أو الشرق أو إلى آخره، وأتكلم عن بقية الدول التي يمكن تصنيفها إنها في المقام الثاني. أنا لا أحب هذه التصنيفات، يعني ما بدي أقول أول وثاني، ولكن لنقل القوى الفاعلة والقوى الساكنة، هيك أزبط. خلينا نقول، هل سوف يبقى الخط العربي وهل سوف تبقى اللغة اللي هي الحاضنة الأكبر؟ يعني إذا كان الخط كما قلنا هو الصورة المرئية للخط، فاللغة هي المظلة الشاملة أو المظلة الكبرى. أنا أعتقد في أظن من سنتين الأمم المتحدة عينت 17 أو 18-12 كان اليوم العالمي للخط العربي، وطبعا يعني هذا شيء جيد وشيء إيجابي، وأنا بذكر تكلمت عنه في كثير من المحافل، ولكن هذا يقودني أو يجعلني أنا شخصيا أو أرى أنه الحمل والعبء زاد على الفنانين والخطاطين ومن هم خنقول المتعاملين مع هذا الأفق. العولمة عبارة عن بلدوزر أو عبارة عن نهر جارف يجرف أمام كل من يقف في طريقه. طب ما الحل؟ الحل هي الجهود المضنية المفروضة علينا كفنانين من أجل أن يبقى الخط العربي وأن تبقى اللغة العربية على الأقل إن لم تزد أهمية تبقى كما هي عليه الآن، مع أني أنا أراها الآن في موقع ضعف. وهذا الحكي كمان مرة أقول أن أهل اللغة وأهل الفن هم المسؤولين عن هذا التراجع وليس الغرب. الغرب عنده كثير من المشاغل وكثير من البرامج التي هو مشغول بها، ولكن تقصير أهل الفن هو المشكلة. فإذا إجابة للسؤال، سوف يبقى الخط العربي وسوف تبقى اللغة ما دام هنالك مخلصين من أهل اللغة ومن أهل الخط قادرين على إعطاء الجديد وقادرين على التفاعل، لأنه كل ما في الكون، وكما قال هيجل الفيلسوف الألمان معروف، الثابت الوحيد في الكون هو المتحرك. فكيف نحرك الثابت؟ نعم، عن طريق أن نجعل من هذا الفن مرآة للواقع. لا أستطيع أنا أن أعيش في جلباب أبي كما يقول إحسان عبد القدوس، أنا أن بحجة التراث والموروث وعلى آخره أن لست ضد هذا الكلام، ولكن هي كانت مرحلة وعلينا أن نكمل المسار. الوقوف معناها تراجع، وهذا ما لا أريده أنا شخصيا. أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية وأتكلم عن 40 سنة من الخبرة في مجال الهندسة وفي مجال الخط وفي مجال الرسم. حاليا يعني بدأت أو عرفت كخطاطا، وصلي فترة أعمل في الفن التشكيلي وباللون، وأحاول كما قلت في حديث سابق أن أنقل الخط العربي من الإطار المحلي إلى الإطار العالمي. وهذا بعتقد السؤال أو إجابة للطرح هل للغة وهل للخط مستقبل، أقول هذا يعتمد على أهل اللغة وأهل الخط.
أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني شفيق العطاونة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ شفيق. أهلا بك ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. شكرا لقناة الرافدين، شكرا لبرنامج فضاءات، شكرا للإعلامي الشاعر المتميز محمد نصيف على هذه الاستضافة الكريمة. سعيد بوجودي بينكم وبين هذا الكادر الفني الرائع. حياك الله، نحن الأسعد أستاذ شفيق، مرحبا بك. حضرتك بداية حصل على البكالوريوس لغة عربية وعملت معلما للغة العربية في المدارس الأردنية، يعني تعرف حضرتك كيف الآن تواجه اللغة العربية هجمة شرسة، فكيف ترى واقع اللغة العربية في تزاحم الثقافات وانشغال المؤسسات التربوية العربية عن واجبها الحقيقي اتجاه اللغة الأم التي هي تمثل الهوية والانتماء؟ بداية لنتفق أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظها حيث قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اللغة العربية مرت في خلال تاريخها بموجات مثل هذه الموجة الشرسة الآن الأشد شراسة للحقيقة، مرت على مر التاريخ، ولكن اللغة العربية تمرض ولكن لا تموت. فبدأت هذه الدعوات حقيقة يعني مع بداية القرن التاسع عشر، عندما تضعف الأمة تضعف لغة الأمة، ودائما المنتصر هو من يسجل التاريخ ومن يسجل اللغة. اللغة حقيقة هي لغة سامية، هي لغة عريقة، هي لغة ما يقارب 1500 عام من الحضارة ومن النمو ومن التطور، فليس بالسهل على اللغة أن تفنى أو أن تموت أو أن هؤلاء الأدعياء أن يؤثروا في لغتنا، لكن يجب أن يكون هناك أدوات عديدة للمحافظة على لغتنا، للمحافظة على هويتنا، لأن اللغة هي تراث الأمة، تراث ميراث الأجداد، نسجل بها كل لحظاتنا السعيدة وأفراحنا وأتراحنا وكل شيء نسجل بها. فحقيقة يجب أن نحافظ على هذه اللغة. هناك عدة أمور ممكن أنه لنحافظ على لغتنا أن نعمل عليها، نعم، في ظل هذه الهجمة والتغريب والعولمة في هذا المشهد، نعم. منها قد يكون مثلا التعريب، نعم، تعريب اللغة بالمصطلحات الجديدة أن تعرب، ممكن أيضا عن طريق الترجمة والثقافات الأخرى مثل ما فعل الأولون الجاحظ وابن المقفع وما سواهم، نعم. ولكن لغتنا باقية ما بقيت اللغة. جميل، حضرتك قلت أن نعمل على تعريب المفردات، نعم، الأعجمية الأجنبية التي، نعم، نحن مضطرون، الأمة، نعم، مضطرة للتعامل، نعم، معها لأنها تدخل في مجال الطب، في مجال العلم، في مجال، نعم، أمور كثيرة، صناعات، صحيح. لغتنا ليست عاجزة أن تجد البديل أو المرادف لهذه المفردة، لكن، نعم، نلاحظ الآن يعني شيوع المفردة الأعجمية وتفرض على أمتنا في التداول، صحيح، تداول، صحيح، اليوم، صحيح، صحيح. يعني مثلا أنا يلومني لما أسمع دائما كلمة مول هو سوق باللغة الإنجليزية، نعم، سوق، نعم، السوق الكبير، السوق، نعم، الشامل، نعم، يعني في العراق وكانت في الدول العربية هناك أسواق كبيرة تسمى، نعم، السوق الكبير والسوق المركزي، عندنا، نعم، مثلا في العراق انتشرت أسواق كبيرة شاملة كهذه الأسواق كانت تسمى، نعم، الأسواق المركزية، نعم، والسوق المركزي معناه سوق شامل، صحيح، نعم، يعني إذا تقول سوق كارفور يقول لك شو سوق كارفور، نعم، كلمة سوق صارت، نعم، صحيح، صارت غريبة، صحيح، لازم تقول مول، نعم، حتى المقابل يفهم هذه المفردة. طيب، نعم، الآن من المسؤول؟ المجتمع، دوائر الرسمية، المواطن، العائلة، من المسؤول أمام هذه الثقافة الدخيلة التي تفرض وعلينا وعلى مجتمعاتنا وتحارب اللغة العربية؟ للأمانة يعني أنا يعني أحمل العبء الأكبر على الجهات الرسمية، نعم، على الوزارات الثقافة، المعنيون بالثقافة، المعنيون بالمناهج المدرسية، هؤلاء العبء الأكبر يقع على عاتقهم. ثانيا، مخرجات التعليم أيضا، يعني الجامعات الآن للأمانة تخرج ليس على مستوى طموحنا، يعني أنا يعني مدير مدرسة ويأتيني بعض المعلمين، معلمين اللغة العربية، للأمانة يعني واقع يعني شبه مزري. فالمخرجات تكون
ليس كما يجب. فيجب أن يكون هناك نهضة علمية من المثقفين، من وسائل الإعلام. أنا أحمل أيضا وسائل الإعلام جزء كبير من المسؤولية. التهاون في اللغة، التهاون في المصطلحات، التهاون في التدقيق اللغوي أدى إلى كوارث. برامج كثيرة ومشهورة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم تقع فيها الهنات اللغوية، تقع فيها المشاكل اللغوية، هي بحاجة إلى قليل من التدقيق لتصل إلى العالمية. الإعلام أيضا مسؤول. نحن المثقفون والمنتديات والصالونات الثقافية والصالونات الأدبية أيضا مسؤولون. للأمانة بعض المنتديات كل من هب ودب يقف على منصاتها. نعم. وأيضا هذه الثقافة تنتشر باستمرار، مثل ما تفضلت حضرتك الآن البرستيج بمعنى أو الاتيكيت بما يسمونه، إنه المثقف يستخدم أثناء يكون دكتور مثلا في اللغة العربية أو بروفيسور في اللغة العربية ويستخدم المصطلحات الأجنبية ليظهر بمظهر المثقف. جميل. حضرتك حدثت عن المنتديات، يعني معروف الآن يعني أصبحت المنتديات الثقافية كالدكاكين يعني. نعم. يوميا نسمع بعشرات المنتديات الثقافية تفتح أبوابها وتستقبل وتقوم بنشاطات ثقافية، للأسف كثير منها ما يحتضن الأدب أو زورا يسمى أدب. نعم. ما هو غث من الكتابات والنتاجات. نعم. الآن التي يعني تتعبنا من خلال المتابعة. أنا أرى أحيانا أدباء كبار ينساق وراء وراء المفردات التي هي غير صحيحة. نعم. يعني مثلا أسمع من بعض الأدباء في تبادل التهاني يقول مبروك، فأقول له يا أخي أنت أديب كبير. نعم. مبروك مشتقة من الفعل الثلاثي بركة. نعم. أما أنت تقصد المباركة فمشتقة من الفعل الرباعي بارك يبارك. نعم. فأقول يا أخي أنت أديب كبير، وافترض أنك لا تقول هذه. يقول يا أخي يا محمد المجتمع هكذا. قلت له ما أنت المفروض نبراس للمجتمع. نعم. أنت المشكات. نعم. أنت القائد للمجتمع. صحيح. يفترض أن ترتقي بالمجتمع. نعم. وكلمة يعني هناك بعض المفردات العربية حقيقة أحيانا تجد صعوبة أنك تداولها في الحياة العامة. نعم. لأنها غير مستعملة، لكن كلمة بارك يبارك ومستعملة. صحيح. صحيح. يعني إحنا نقول رمضان مبارك، نقول. نعم. عيدك مبارك. نعم. يعني حتى اللي يقول دائما مبروك في مناسبات مختلفة. نعم. عندما يبارك في رمضان يقول رمضان مبارك وعيدك مبارك. نعم. أحيانا نقول عيد سعيد، بعضهم يقول. صحيح. رمضان كريم وهو غير موجود. صحيح. غير وارد رمضان مبارك، فأقول له موجودة، فلما تستخدمها لن تكون هجينة أو صعبة التعامل من قبل المجتمع، فعليك أنت أن ترتقي. فيعني أقول له أحيانا بعضهم أقول يا أخي جداتنا رحمة الله عليهم لا يقرأنا ولا يكتب، لكن عندما يرينا أحفاد أو الأبناء يلبسون ملابس جديدة تقول له مبارك يا جدي. لا. وأنا كانت جدي تقول وأمي رحمة الله عليهم أنه لما ألبس ثوب جديد أو شيء جديد تقول مبارك يا جدي. صحيح. وهي لا تقرأ ولا تكتب. صحيح. لكن بالسريقة أنه هذه المفردة، فقل لماذا أنت يا أديب كبير أنك تستخدم كلمة مبروك وهي غير صحيح؟ علم المجتمع، ارتقي بالمجتمع. نعم. إذن أنت كما تفضلت أنه الأديب أيضا تقع مسؤولية عليه كما هي المؤسسات هو مرآة للمجتمع الرسمية. نعم. نعم. قطعتك أنا أستاذ. لا تفضل. الأديب الحق هو مرآة للمجتمع، وما يراه هو يراه الآخرون، لأنه الأديب الحقيقي له مريدون وله أتباع وله محبون، فيعني لا يريهم إلا ما يرى. نعم. فالأصل أن يحتاط وأن يتحفظ في لفظه في سلوكه في. نعم. ثقافته، لأنه هو القدوة وهو المعول عليه في هذا المجتمع بالنهوض والارتقاء. إذا كان المثقف يمشي على مشية الآخرين فعلى الدنيا السلام أستاذ. نعم. محمد، فنحن مرآة المجتمع، المثقفون هم مرآة المجتمع، الأدباء هم القادرون على التطوير. كم من الثورات، كم من الأمور العظيمة قادها المثقفون، قادها الأدباء، قادها أولو الفكر والسياسة. نعم. نعم. والمعلم هو الأساس. طبعا المعلم دائما كنا ننظر المعلم أنه هو القدوة. نعم. ودائما. نعم. يغذي عقولنا بالثورة والنضال من. نعم. أجل أهداف الأمة الكبيرة. نعم. حضرتك الآن
يعني مدقق لغوي لبعض الكتب والدواوين وعضو لجنة تحكيم وتقييم العديد من المسابقات الطلابية. ودي أن نقف على المعايير التي تعتمد في التقييم. نعم. بداية كنت عضوا للجان اللغة العربية عندما كنت معلما. هذه اللجان تشكل ومن ثم تجلس هذه اللجان وتعتمد معايير محددة حسب المسابقة وحسب الفئة العمرية. يعني هناك مسابقات للخطابة، هناك مسابقات للإلقاء الشعري، هناك مسابقات كتابية تعبير كتابي. فحسب المسابقة وحسب الفئة العمرية نضع المعايير. المعايير اللغوية، المعايير الإملائية، المعايير الشخصية، القدرة على الإقناع هي كانت أبرز هذه المعايير. وللأمانة يعني أنا أتذكر طالبا من طلابنا وكالة الغوث كان يأتي إلى المسابقات، كان يحفظ لامية الشنفرة، طالب في الصف العاشر يحفظ لامية الشنفرة غيبا مع شروحاتها. هذا الطالب أبوه الآن صديق لي. في أي مرحلة أحمد هو الآن أنهى؟ لا، سابقا في هذه المرحلة كان في الصف العاشر. نعم. يعني الثالث الإعدادي سابق الأول ثانوي. نعم. هذا الطالب حصل على الأول على المملكة في الثانوية العامة. وتخرج في كلية الطب، والآن هو طبيب في دولة قطر، وأبوه صديق لنا شاعر أحمد الأحمد، هو صديق لنا. وهل ما يزال متمسك بالشعر؟ نعم. واللغة أم نعم جرفه الطب؟ نعم. إلى هو للآن يتذوق الأدب لأنه من عائلة أدبية أيضا هذا الشاب. نعم. المقصود من كلامي أن هذه المسابقات وهذه اللجان وهذه النشاطات خرجت لنا أطباء، خرجت لنا مثقفين، خرجت لنا ناس أولو شأن في المجتمع. الآن للأمانة كثرة الأعباء على المعلمين. نعم. كثرة يعني الأنصبة عند المعلمين، تجد في الأنشطة اللامنهجية شيء من الفتور، ولكن للأمانة هناك أناس يحملون الراية باستمرار في كل تجمع. جميل. حضرتك أستاذ شفيق أيضا تقدم برنامج سدنة الحرف، واستضفت أدباء ونخبة من المثقفين. نعم. ودي أن تحدثنا عن هذه التجربة، إلى أي مدى أثرت وتأثرت بمن استضفتهم؟ نعم. للأمانة يعني كإعلامي بسيط، أول تجربة إعلامية أن أظهر على شاشات الفضاء الأزرق. نعم. كانت أيامها كورونا، ويعني حشرنا في البيوت عنوة يعني. فمن يحب الأدب يبقى يحب أن يبقى باستمرار، غير المطالعة والقراءة يحب أن يبقى. فعرض علي هناك قناة اسمها قناة فضفضة. نعم. على الفضاء الأزرق. نعم. فعرض علي أستاذ شفيق هل قدمت لنا برنامجا يعني يليق بالأدب في الأردن وإلى آخره. فللأمانة فكرت باستضافة بعض الأدباء والشعراء الأردنيين. نعم. يعني قامات كبيرة الحمد لله رب العالمين. كان البرنامج يعني كتجربة أولى ناجحا، كان يحصد في الأسبوع ما يقارب 1000 مشاهدة. وهذا كان شيء يعني جميل لإنسان مبتدئ في هذا المجال، لأن الناس الذين استضفتهم كنت فعلا يعني أناس منتقين. نعم. منهم سعيد يعقوب مثلا، تيسير الشمسين، علي الفاعوري، محمد محاسن الذي شارك في شاعر المليون. نعم. كثير منهم، أمان بعض الشواعر، أميمة يوسف، ريما البرغوثي، وتباعا يعني. وللأمانة يعني ما أفدته من البرنامج ومن هؤلاء جرعات كبيرة من الثقة بالنفس. نعم. جميل. جرعات كبيرة من الحوار والنقاش البناء. في كل مرة يعني أستدرك وأتلافى ما يعني ما بعض الهنات أو بعض السلبيات، وبالفعل كان له صدى. جميل. حضرتك أيضا تم تكريمك بصفة المعلم المميز. نعم. ما هو المعلم المميز؟ ومن هو المعلم المميز؟ المعلم المميز هو المعلم القدوة رقم واحد. نعم. المعلم الذي يؤمن برسالته، يؤمن بمبادئه، يحب النشء، يحب هذا الجيل، يؤثر فيهم ما استطاع. وللأمانة يعني أزعم أنني قد أثرت في طلبتي إلى الآن. أراسلهم ويراسلونني في كثير من الأحيان. أنا يعني الآن منقطع عن التعليم، أنا مدير مدرسة ومساعد أكثر من 10 سنوات.
وما زال عندما يقال مثلا في بعض المواقع معلم اللغة العربية الذي تحب، للأمانة ما في يعني موقع رصد ذلك إلا وكان اسمي من الحمد لله رب العالمين من بين. جميل، سنكمل بعد الفاصل. معذرة، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني شفيق العطاء. ونعود إليك أستاذ شفيق، كنا نتحدث عن المعلم المميز وحضرتك حظيت بهذا التكريم من قبل وكالة الغوث. بودي أن نطلع على كيف يتم اختيار المعلم المميز. نعم، الآن وكالة الغوث تقسم إلى إلى مناطق تعليمية عدة. نعم، الزرقاء، شمال عمان، جنوب عمان، إربد. نعم، في كل منطقة يتم اختيار. ودي أيضا يعني المشاهد العربي يعرف ما هي وكالة الغوث. نعم، يعني أساسياتها، ما هذه الوكالة؟ نعم، هي وكالة الغوث من اسمها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نعم، لها برامج تعليمية، يعني تابعة للأمم المتحدة. نعم، هي تابعة للأمم اليونروا. نعم، تابعة للأمم المتحدة، تعنى باللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في مناطقها الخمس. نعم، الأردن وسوريا وغزة والضفة ولبنان، هذه المناطق التابعة لوكالة الغوث تقدم لهم الخدمات الجليلة والدعم. من ضمنها التعليم؟ طبعا التعليم، الصحة، الخدمات، هذه كأبرز نعم ما تسمو وما تعمل به وكالة الغوث. طيب كيف يتم اختيار المعلم المميز؟ المعلم المتميز من كل منطقة تعليمية يتم إرسال. نعم، معايير محددة لكل مدرسة، هذه المعايير من الرئاسة العامة. نعم، لاختيار المعلم المتميز. طبعا الآن المدارس تنسب الأبرز المعلمين وفق المعلم من كل مدرسة وفق المحددات المطلوبة. الآن عندما ترسل بداية إلى مكتب التعليم، مكتب التعليم يجتمع. إذن بداية المدرسة هي التي تختار. نعم، وترشح. نعم، المدرسة ترشح وتبعثها إلى وكالة الغوث اللي هي إدارة التعليمية في المنطقة. نعم نعم، الآن الإدارة التعليمية في المنطقة تنسب بخمسة معلمين. نعم، ومعلمات من تخصصات مختلفة. نعم، ومن ترسلها إلى الرئاسة العامة ليتم اعتمادها ضمنيا. موافقة الإدارة التعليمية في المنطقة هي موافقة يعني تكون حقيقية. نعم، طبعا يتم تكريمهم في مكان لائق في بدرع تكريمي ويعني تلقى صدى جميلا. جميل أستاذ. نعم، شفيق، حضرتك أيضا شاركت في ورقة بحثية حول شعر المقاومة في المؤتمر الدولي الذي أقامه ملتقى الأوطان. نعم، للآداب والفنون والتراث. يعني كيف تنظر لمستقبل الشعر المقاوم في زمن يتهم فيه الأدب المقاوم بالتحريض والإرهاب أو بالتحريض على العنف والإرهاب؟ طوالما هناك محتل هناك مقاومة، والمقاومة لها ذراعان، المقاومة بالسيف والمقاومة بالكلمة. نعم، فهما يعني رئتان في جسد واحد، المقاومة المسلحة والمقاومة بالكلمة. نعم، وكما تحدثنا سالفا أن كثير من الثورات قادها المثقفون وقادتها الكلمة، فهما يعني على طرف واحد وفي بوتقة واحدة. فالأدب المقاوم عرف منذ القدم وهو مستمر، شاء من شاء وأبى من أبى سوف يسجل. نعم، المثقفون والأدباء والشعراء هذه الأحداث التاريخية كما سجلها الأقدمون لتكون نبراسا لنا عند عودتنا وعند تحرر مقدساتنا ومغتصبة من أرضنا. جميل، إذن حضرتك ترى أن الشعر سيقاوم. نعم، للمحافظة على بقائه واستمرارته ليبقى. نعم، داعما. نعم، ورافدا لل. نعم، المقاومة المسلحة. نعم، جميل. علمت أنك أيضا هاون للخط العربي وجمالياته. نعم، وقواعده. هل اشتغلت على
الخط العربي؟ كشغل الآن أنا مثل ما يعني تفضلت أنا هاون للخط. نعم. يعني طوال عمري يعني الكل يشكر خطي. فحاولت أن يعني أتمرس في الخط. كان لي جار الخطاط اسمه علاء الدين قرمش، هو من الخطاطين المميزين في الأردن، وآخرها نال جائزة في مجمع اللغة العربية التي أقيمت قبل شهر من الآن. نعم. هذا رجل دمث الأخلاق، درس على فكرة في العراق من أساتذته مثنى العبيدي والبغدادي وإلى آخره. نعم. فيعني درس ذلك، فكنت أزوره ويزورني باستمرار ليعطيني يعني أولويات الخط. نعم. نماذج من الخط، بداية من الرقعة ثم النسق وبعض الخطوط الأخرى. نعم. وللأمانة أفدت كثيرا، جاءت كورونا انقطعنا، وبإذن الله سوف نواصل المشوار. للآن أنا أحب الخط العربي وأحب الجماليات الخط العربي. إذن هو حب. نعم. دفعك للتعلم. نعم. أصوليات الخط. جميل، إن شاء الله نسمع عنك يوما ما خطاطا يا رب ماهرا ولك بصمات واضحة في هذا الفن. إن شاء الله أستاذ محمد. جميل، حضرتك أيضا لك إسهامات شعرية في الموسوعة الشعرية العربية المعاصرة ضمن 100 شاعر من الوطن العربي، ودي أن تسلط الضوء على هذه الموسوعة. نعم. ويعني على هذه التجربة. نعم. للأمانة يعني أنا لي ديوانان شعريان. نعم. ديوان نفح الطيب تحت الطبع، وديوان شرفات الغيم. نعم. وما يقارب 15 ديوانا مشتركا. نعم. من ضمنها الموسوعة يعني كانت في البدايات في عام 2015 كانت لي إسهام في الموسوعة الشعرية العربية 100 شاعر من الوطن العربي. نعم. طبعا لي صديق في المغرب أرسل لي الدعوة، أشكره طبعا على هذه الدعوة. بعثت قصيدة عن العراق. هو شاعر؟ هو شاعر عمر. نعم. الوريكي هو شاعر. نعم. وباحث وأديب. نعم. فطبعا بعثت هذه الرسالة على الإيميل، فيعني وجدت القبول، مع أنها يعني من بدايات تجربتي الشعرية الحقيقية. نعم. فكانت هناك فتاة عراقية عنا في الأردن. نعم. حصلت على المرتبة الأولى في الثانوية العامة. نعم. فأثارت يعني شجوني بنت عراقية، وأنا للأمانة أحب العراق، أحب شعب العراق، أحب يعني وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أزور العراق في يوم. آمين. ما فأثارت شجون، ولي يعني غير قصيدة في العراق. نعم. فكانت هذه القصيدة إذا سمحت لي أن يعني طبعا يسعدنا أن نسمع يعني منها. بعض الأبيات منها. مع. نعم. أنها من بداية تجربة الشعرية ولكن نابعة من قلب يعني محب. نعم. مهداة إلى الماجدات العراقيات عامة، ولمريم البياتي خاصة، الطالبة العراقية الحاصلة على المرتبة الأولى في الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية. بنت العراق تحيتي وسلامي، بنت الندى والمجد والإكرام، أعليت صرح العلم في أفيائنا ثم ارتقيت علا كفيض غمامي. يا بنت دجلة ما أقول لقلعة نزعت نياط الذل والإظلام، يا بنت معتصم الذي لبى نداء إغاثة للحق والأرحام، للماجدات بكل فخر تنحني هام العلا تيها بذي الأعلام. هذه النجاحات التي سطرت لنا عذب القصيد وسطوة الإلهام، فمآثر التاريخ قد وهبت لنا روضا أغن ومنهلا للضامي. بغداد ما أخارت عزائم مجدكم يا أخت عمان الهوى والشام، بغداد صنو القدس في أقدارها تأبى الخنوع على مدى الأيام، بغداد ما زالت على عهدي بها تسمو على الأوصاب والآلام. قد كنت للأيام ظئرا مرضعا يا درة للعرب والإسلام، يا قبلة للعلم يا فخر الدنا أنت النشيد ولحنه المتسامي، مذ عانقت سرج الخيول سيوفكم صرتم حج مظفر مقدامي. كم مر بؤس بالعراق ومن حنى رغم النوى والقتل
إيلامي كم سيد فاق البرية شأنه أسقى العلو جمرارة الأسقام عين على التاريخ أم عين على دمع العراق وجرحها المتنامي يكفي من التشريد والجرح الذي أدمى القلوب بفورة وضرامي فمتى النخيل يزيل ثوب حداده ويعود فجركم بعيد ظلامي ويغازل الشنار صرب حمائم يزجي لبغداد الرشيد سلامي يزجي لبغداد الرشيد سلامي. أحسنت وركت قصيدة جميلة. أحسنت أحسن الله إليك. قلت لي هذه الموسوعة أنه انطلقت من المغرب. نعم. وشاركت بهذه القصيدة. نعم. أنت جميل. نعم. حضرتك أيضا شاركت في ديوان أجراس العودة. نعم. 70 عاما على النكبة. نعم. والنكبة هي إعلان الكيان الصهيوني. نعم. واقتطاع جزء كبير من فلسطين لإعلان هذه الدولة اللقيطة. نعم. الكيان الصهيوني عام 48 وسميت بالنكبة فلسطين أو نكبة العرب. يعني. نعم. شارك فيها شعراء وشواعر من الوطن العربي. يعني كيف. نعم. كان مستوى القصائد لا سيما أنها تتناول قضية الدفاع عن المقدسات العربية والإسلامية ضد الكيان الصهيوني. هل ارتقت هذه المشاركات إلى مستوى أدب المقاومة؟ نعم. للأمانة يعني كانت أول تجربة شعرية حقيقية لي. لأنها تمثل بعدا يعني قوميا. نعم. بعدا شخصيا بعدا أيضا إنسانيا وتجربة ثرية بالنسبة لي أن أشارك في ديوان يتضمن العودة. كان الموضوع عن مدن فلسطين. نعم. قام عليه أو عكف عليه الدكتور جواد أبو هليل نسجي له التحية عبر هذا المنبر وفاء لروح والده المعلم رحمة الله عليه. كانت مشاركات من كافة الدول العربية وكانت مئات المشاركات. اجتزت المرحلة الأولى ثم الثانية فالأخيرة التي كانت عبارة عن 70 شاعرا على عدد سنوات النكبة كانت في ذكرى النكبة. نعم. 70. للأمانة يعني شارك شعراء يعني رائعون من الوطن العربي وقصائد كانت فعلا ترتقي إلى الذائقة العربية. يعني نستطيع أن نقول عام 2018 تقريبا. نعم. نعم تقريبا كانت في. نعم. هذا العام. نعم. فكانت فعلا تجربة غنية تجربة ثرية مع شعراء يعني كانت فعلا لجنة تحكيم يعني على قدر المسؤولية لم تجامل وكانت القصائد فعلا قصائد يعني تلبي الطموح وتلبي المناسبة وتليق بفلسطين وتليق بأدب المقاومة. يعني لجنة التحكيم لماذا أنه حتى تختار النصوص التي تكون ضمن. نعم. هذا الديوان؟ في كل مرحلة طبعا هي المسؤول عنها كامل يعني الداعم لها اللي هو الدكتور جواد ومعه لجنة من تحكيم القصائد. نعم. هذه القصائد في كل مرحلة يعني اللجنة حددت يجب أن يكون هناك 70 شاعرا فقط. نعم. 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 فكان في كل مرحلة تزيح يعني بعض القصائد. كم من الشعراء شاركوا في هذا؟ والله يعني تقريبا مئات الشعراء لكن العدد بالضبط لم يحضرني لكن القصائد التي في الديوان 70 قصيدة لشعراء. نعم. أذكر منهم مثلا محمد سمحان أذكر منهم سعيد يعقوب أذكر منهم المرحوم الذي دفناه أمس سميح الشريف رحمة الله عليه على روحه الرحمة وشعراء أيضا من الوطن العربي من سوريا من العراق من اليمن من البلدان كيف ومغتربون أيضا فلسطينيون وغيرهم. نعم. نعم. يعني هل استمرت هذه التجربة أم توقفت عند تلك السنة فقط؟ هي تجربة يعني في ديوان واحد كان اللي هو الديوان المقاومة 70 عاما من النكبة. نعم. هي توقفت الآن هو يعني الآن للأمان له عدة يعني تجارب عدة الدكتور جواد في كل مرة يطل علينا بمشروع جديد. فيعني أنا شاركت في هذه بالذات. طيب النكبة مستمرة. نعم. لماذا يتوقف أكيد. هذا المشروع؟ لا هو كمشروع. نعم. المقاومة لا يتوقف. وكما شاريع أخرى يعني كثير يعني مشاركات في الوطن العربي. نعم. لفلسطين وللقضية ولكن بجهد شخصي كانت هي تجربة لشخص ولكن شعر المقاومة شعر النكبة
لا يتوقع. يعني أنا شاركت في ديوانين أيضا للنكبة وللقضية عن الأسرى الفلسطينيين وعن القدس أيضا ضمنت في دواوين. فالناس المخلصين والمخلصين لا يتوقفون عن دعم المقاومة وعن دعم القضية الفلسطينية. جميل. حضرتك الآن تشرف على صالون أدبي ضمن منتدى البيت الثقافي العربي أو البيت العربي الثقافي. نعم. طيب أنا سؤالي هو منتدى ثقافي لماذا يعني تستحدثون صالونا داخل المنتدى؟ ما الرسالة؟ ما الهدف من ذلك؟ نعم. للأمانة يعني هذه الفكرة طرحت لجمع فعلا المثقفين والأدباء الحقيقيين. نعم. يعني تعلم أنت سياسة الصالونات الأدبية استقطاب كافة الأعضاء ومشاركات كافة الأعضاء. فكانت الفكرة يعني عمل صالون ثقافي. تعرف يعني الظروف المادية للصالونات والدعم الذي يأتيهم دعم قليل. فلم يكن يعني من المناسب أنه إجراء صالون أدبي وبتكلفة وبناء جديد. فكان من ضمن منتدى البيت العربي لاستقطاب الكفاءات، للتنويع في الفقرات، للنهوض بهم الثقافة، للمحاورات الشفافة والنقاشات البناءة، لنخرج فعلا بأدب حقيقي يليق بالمنتدى. طيب ما يقدم بهذا الصالون يختلف عن ما يقدم في المنتدى منتدى البيت العربي؟ هو الآن يعني بشكل عام الاختلاف هو الحضور النوعي. نعم. الاختلاف إنه مساحة يعني ثلاث يعني ثلاثة أو ثلاث فقرات. نعم. أو أربع فقرات في مكان واحد تلبي رغبة الجميع. ناس تحب الحوار، ناس تحب الشعر، ناس تحب الأدب، ناس تحب يعني الغناء أو الفن الأصيل النبيل. فنحن في مكان واحد جمعنا بين هذه الأصناف، وأيضا لبناء حوار حقيقي. نعم. مع شخصيات ذات. إذا الاختلاف في هذا الصورة عن نشاطات المنتدى. أيوة. أنه نعم. هناك حوار. أيوة. حوار بين الجمهور وبين المشاركين وضيف رئيسي يعني الفقرة الرئيسية هي ضيف. نعم. الصالون. نعم. يعني في المرة الأولى مدير مديرية ثقافة الزرقاء كان ضيفنا، تحدثنا. نعم. في الهم الثقافي. في الأمسية الثانية كان وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار أيضا قامة أدبية وقامة علمية تحاورنا معه. نعم. وبإذن الله في كل مرة نعدكم بإذن الله أن نرتقي إن شاء الله. وأن نأخذ بالملاحظات الجميع إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وأنا نعم. ليك وكان لي حوار معك أستاذ محمد. نعم. أنت دعوتني ونعم وأفدت من النصائح التي قدمتها لي في المرة الثانية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك الشاعر والأكاديمي الأردني شفيق العطاونة، شكرا لك على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لقناة الرافدين والبرنامج فضاءات، ومرة أخرى لهؤلاء الإخوة والأصدقاء الذين شرفونا وأمطروا علينا وابل كرمهم وسحائب. الشكر لك على تلبية دعوتنا. شكرا لك أستاذ شفيق العطاونة. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد. الله يخليك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.